التعقيد فهو الشعر المتلقى بشعر الأبيات. تخرج لنا من الثانوية العامة التحت مع المعلمين ليتخرج بدبلوم، ثم التحق بجامعة بيروت العربية مكملا عن طريق الانتساب بكالوريوس باللغة العربية. يحمل عدة شهادات من جامعة البحرين في التربية، في دبلوم في التربية، دبلوم في الإدارة المدرسية، عمل في مجموعة من المدارس متنقلا بين السترة ومدينة عيسى والرفاع واليرموك والمعامير وابن سينا وبارباط، فنشر التربية والثقافة والعلم بين أبناء هذه المدارس. عين في منصب مدير مساعد عام 93، ثم مدير مدرسة عام 99، إلى أن تقاعد في 2003، لكنه لم يتقاعد عن قول الشعر في أهل البيت. سارة حسين، أنت شاهد على مثل هذه المحتفلات، يعني قصة قصيرة وبسيطة تحضر مثلا عن هذه الاحتفال. يعني عشان اشارك باحتفالات اللغة القرية، أذكر كنت شابا نافعا وفي جميع المناسبات لأهل البيت عليهم السلام كنت شعرا، يعني الحمد لله الذي وهبني هذا الشعر وأنا في تقريبا يمكن في العاشرة والخامسة البداية ولا في الحادية عشرة. أنا بالنسبة إلى كنت دائما يعني مع الأسف الكبير الشديد على أن قرية المجرات بها العدد الكثير من الأنفس، ولكن ما لا أدري ما هو سبب هذا العزوف عن الحضور في هذه الاحتفالات، وعلى الخصوص في مثل هذه الاحتفالات، هذا الاحتفال بيمول الإمام أمير المؤمنين وهو الفارق الكبير وإن عندنا نقول يا إنما ندعك عن هؤلاء مواليد أهل البيت. ومن جملة الأشياء كانت في قصة حين نظرت حقا كان مكتوبا عن رحمه الله الشيخ منصور، كان موجودا نقول الفرح والشوق عن عمل الاحتفال بما كان مع زيد، بس أسأل كثرة حضورا للأطفال من المؤمنين في السماء ما زال لم يقدر حين. شكرا يا سماء. تفضل اتحنى بهذه الجلسه. اي حياه.